السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا في لاشين. اليوم غادي نقدم لكم الدجاج بطريقه جديده مرافق بخضر. طريقه حتى هي يعني جديده مختلفه على يعني المعتاد، نبدلو شويه روتين. بالنسبه لهذا الدجاج راه غيطيب غير في الملحه، وغادي يطيب غير هانتوما كيف ما كتشوفوا غيطيب في الملحه. هاد الملحه راه كتقصح، يعني ما كتطلع على الدجاج ما حتى شي حاجه، يعني ما كيجيش مالح، مجرد يعني غير كيطيب فيها وصافي. نتمنى انه يعجبكم لا فيديو، بقوا معايا حتى الاخير باش تشوفوا المقادير، كذلك الطريقه تاع تحضير غداء اللي هو صحي وغزال، غادي يعجبكم، غادي يولي معتمد عندكم وغادي يعتقكم يعني الضياف الغفله. شكرا، يلا بقوا معايا حتى الاخير. بالنسبه يعني للتشرميله ديال الدجاجه ديالنا، كناخذ يعني واحد الصينيه اللي غادي تحمل لينا الدجاجه. عندي قزبور ومعدنوس، عندي لاموطارد، عندي شويه عصير ديال الحامضه، نصف حامضه، شويه ديال زويتات العود، شويه ديال لاصوص الصوجا، بزار، مليحه، وسكنجبير، واحباق يعني اللي بيدير شي ملسمات يديرهم. انا درت شويه ديال الاحباق، كذلك شويه ديال الثومه بودره، وشويه ديال الزعتر. انا درت الثومه بودره ودرت الثومه العاديه محكوكه، هي غادي تبان لكم. عندي دجاجه حليناها بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، يعني بعد ما شرملنا الدجاجه، غير يعني فاش تبغيو تشرملوها كيف ما كتلاحظوا درت لها شويه تقيبات بالموس، تقبوها كامله بالموس باش يعني فاش تكونوا كتشرملوا تدخلوا بالاصابع ديالكم ديك التشرميله بدوك التقيبات اللي صوبنا بالموس. صافي دابا كنخليوها يعني تبقى فيها التشرميله مرقده في الثلاجه وتغطيوها. من الاحسن كاع الا بغيتوا تبيتوها راه تبيتوها تجي افضل، يعني كتكون ديك التشرميله دخلت ليها مزيان، يعني حتى البنه كتكون مضاعفه. انا غنخليها من ساعتين حتى ثلاثه ديال السوايع وغادي نرجع معكم. كناخذوا المقله الثقيله، هذه المقله الثقيله، عندي هنا الملحه. صراحه الا لقيتو الملحه اللي غلط من هذه كان افضل. انا يعني راكم عارفين دابا الحجر الصحي كما كنقول لكم ديما، يعني كنديبانيو باش اللي عندنا في الدار، اما الا لقيتو الغليظه راه غيكون افضل. دابا حنا غادي نستخدمو غير هذه، وهانتوما غتشوفوا يعني الطريقه راه غتجي زوينه، والملحه راه ما غاديش يشرب هذا الدجاج. يبقاو معايا حتى الاخير وغتشوفوا الطريقه اللي غادي نديرو. المهم انا راه ما قدتنيش هذه، كي جاتني قليله كما كتلاحظوا، راه غادي نزيد شويه. صافي كيف ما كتشوفوا كنوضعوا الدجاجه من فوق الملحه، غير بالنسبه للملحه راه عاود كحلت شويه من الجناب باش تجيني الطبقه غليظه. هذه اولا، ثانيا راه الدجاج راه ما يجيش في الارض، خاصو كله يجي فوق الملحه. انتما كيف ما كتلاحظوا ما كاينش طريف اللي شيط يعني غير في المقيله الثقيله. صافي بالنسبه للتشرميله اللي بقات في الطبسيط راه كنحيدوها وكنعاودوا نمسحوا بها الدجاج ديالنا. كيف ما كتشوفوا دابا راه غادي ندخلوه للفران، غير واحد القضيه يعني باش يكون كلشي واضح، راه كيطيب غير يعني الفران العادي، يعني راه غنطيبوه طياب عادي، كيدخل وكنشعلوا عليه العافيه من التحت، راه غيتحمر من الفوق في حال وما كيتغطاش. في حاله كاع بان لكم ما تحمرش تقدروا طيسه ليه طيب وتهبطوا غير التحت يتحمر شويه عاد كنطفوا عليه الفران. اما بالنسبه للناس اللي غادي يطيبوا في الفران ديال الضو راه يشعلوا عليه غير التحت، يخليوه يطيب غير من التحت، وكما قلت لكم غير في حاله ما تحمرش لكم تقدروا يعني تشعلوا عليه الفوق غير يتحمر وصافي. قضيه اخرى، اللي عنده مثلا شي دجاجه فيها حتى كيلو ونص راه تقريبا ساعه ديال الطياب، هذه راه فيها شي جوج كيلو هكاك، جوج كيلو شي شويه نقولوا غير جوج كيلو، غتشد ليا حتى ساعه ونص ديال الطياب. عندي كذلك خضيره مسلوقه، درنا هنا اللوبيا، نقيناها وسلقناها ومع مليحه وسقطرناها مزيان من الماء. كذلك عندي خز مقطع بشكل طولي، حتى هو تنقى وتقطع بشكل طولي وتسلق مع شويه ديال الملحه، وتا هو سقطرته مزيان من الماء. كذلك عندي الخس هنايا منقي ومسقطر من الماء، مغسول ومسقطر. كذلك عندي هنا البطاطا منقيها، باقي غتشوفوا الطريقه الجديده اللي غادي نديروا بها البطاطس في الشلاضه. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للبطاطا، بعد ما حكيناها في الحكاكه الغليظه ضفنا لها شويه ديال الملح. صافي دابا غادي نعصروها مزيان حتى نحيدوا منها هاد النشا اللي فيها، وغادي نرجع معكم. في مقله فيها شويه ديال الزيت، ضفنا ليها شويه ديال الثومه بودره، شويه كذلك ديال البزار، وغادي نسطو فيها الخضر ديالنا اللي سلقنا. اولا اللوبيا، بهذه الطريقه هذه
نفس الطريقه هي اللي غادي نديرو كذلك الخيزو. كيف ما كتشوفوا هذه نظره من الفران واخا دايرينو يعني طيب غير من التحت، هانتوما شفتو راه بدا كيتحمر، شفتو بهذه الطريقه. هادشي نفس الوقت حنا دايرين الخبز تاو ديالنا كيطيب والبطبوط كذلك. كيف ما كتشوفوا بنفس الطريقه باش صوتينا اللوبيا هي باش صوتينا كذلك خيزو. اما بالنسبه للبطاطس بعد ما اثرناها من النشا ديالها راه درناها حتى تقلى. الخبز ديالنا ها هو باقي سخون من الفران، البطبوط كذلك. كيف ما كتشوفوا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما خرجناه من الفران، ها هو يعني راه طاب وطلعت ليه التحميره شويه. وكما ذلك انا طفيت الفران عاد هبطو تحمر شويه من الفوق. دابا غادي نمروا للتقديم. كيف ما كتشوفوا هي البطاطس ديالنا بعد ما قليناها، الخضار كذلك. ها هي ما تشقطعناها بهذه الطريقه هذه. هذا هو الشكل النهائي يعني بعد ما زوقنا الطبق ديالنا. ها هو نقرب لكم تشوفوا، هذه هي الدجاجه ديالنا. بالنسبه للملحه كما قلت لكم يعني باش تعرفوا راه ما كتدخل ليها لا ملحه لا حتى شي حاجه. انا نوريكم هانتوما يعني راه لهاد البلاصه اللي كانت فوق الدجاجه هبط لي دم، وانتم تشراه سمعوا قاسح يعني قساحت صافي. وهذا الشكل النهائي. زوقنا بالخضر ديالنا سوتي البطاطس، هذه طريقه جديده يعني للقلي كتعطي منظر جميل. وشكرا على المشاهده الاخير. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي جربها يخلي ليها في الكومونتير كذلك في الانستغرام. الناس راه كيصيفطوا ليا الاطباق اللي كيصوبوا. وشكرا.